السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الأول من محاضرتنا اليوم في مادة التقنيات العددية. في المحاضرة الماضية بدأنا بموضوع least squares approximation، وتناقشنا مع بعض كيف وصلنا للnormal functions اللي وصلنا لهم بنهاية المحاضرة السابقة. ذكرنا المطلوب منا بهذا السكشن ان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه الاكسبيريمنتال داتا اللي مجمعه وجاهزه على شكل تيبل قد تحتمل وجود بعض الايرورز فيها، بس احنا افترضنا انه واحده من القيم هاي بفترض انها صحيحه 100% وما بشك بقيمها، لكن الفاريبل الثاني بفترض انه القيم هاي ممكن يكون فيها نسبه خطا، وبناء عليه راح اتصرف بطريقه معينه، راح احاول امثل هاي الداتا بكيرف معين يمثلها. فمثلا من الاشياء اللي تعاملنا معاها كثيرا اصلا في المختبرات بالجامعه، اطلع على شكل تيبل مجموعه من القيم اكس 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 فاليوز وواي فاليوز، بعدين القيم هاي بمثلها بكارتيزيان بلين، ثم بالنهايه برسم البيست فيت لاين اللي ممكن يمثل هاي القيم. هذا الشيء احنا تعلمناه، بس الان بدنا نتطلع الى ما خلف ذلك وكيف البيست لاين البيست فيت لاين بضمن انه يكون فعلا هو البيست فيت لاين. اذا في استعراضنا لهذه التفاصيل في المحاضرة الماضية وصلنا في النهاية الى المعادلات التالية. وصلنا إلى المعادلات اللي اسمها normal equations. المعادلة الأولى كانت a times summation of xi square plus b summation xi equals summation of xi times yi. والمعادلة الثانية من normal equations اللي قلنا لها كانت a في summation xi plus bn equals summation yi. n بتمثل مين؟ number of x values. طيب ال xi هو نفس الجدول اللي موجود ببداية هذا السكشن. ال xi بتمثل هاي الفاليوز. طيب انا عندي بالقانون summation of xi. ايش يعني summation of xi؟ ان كانت هذه او هذه. لو جمعنا القيم هاي الموجوده هون الxi مع بعض راح تعطيني summation of xi وراح تعطيني هذا الرقم. اذا لما نحكي summation of xi بهذا المثال بنحكي عن 273.1 اللي هي مجموع قيم الx value. طيب كذلك الامر لو حكى لي summation of i yi اللي موجوده بهاي المعادله الثانيه. هي عبارة عن yi values لو جمعناهم مع بعض بيعطوني summation of yi وبتعطيني الرقم 4438 اللي هي مجموع القيم اللي بتمثل بال y axis أو بال y colon. إيش عندي كمان؟ لاحظوا أيضا من ضمن ال normal equations اللي طلعناهم واشتقيناهم أنا عندي term A مضروبة في summation of xi square. طيب بكل بساطة كل قيمة من هاي القيم موجودة هون ب xi بحسب xi square منها، كل قيمة هون بحسب xi square منها. طب مجرد ما صارت القيم عندي in terms of square values بحسب summation منهم. هاي صارت عندي هون الكولون هم بيمثل ايش؟ xi square. طيب واللي مطلوب عندي هون summation of xi square. إذن بجمع القيم الموجودة بهذا الكولون وبطلع عندي هذا الجواب. إيش ظل عندي أشياء مطلوبة لهي التو normal equations علشان أحلهم وأحسب قيمة A and B؟ طيب ظل عندي summation xi yi. طيب لو جبت القيمة xi
وضربتها بالقيمة واي اي، هون ضربتهم في بعض. والجواب كتبته وين؟ الجواب الناتج من هون كتبته في هذا العمود. طيب وبعد هيك جمعت القيم الموجودة بالعمود اكس اي واي اي، جمعتهم وحسبت مين منهم السميشن. هاي اللحظة بقدر استخدم السميشن اللي طلع معي هون واعوضه بهاي المعادلة. ايش ضل عندي بهاي المعادلتين؟ قيمة ان، قيمة ان ذكرنا انها number of x values. طب ايش عندي هون x values؟ 1 2 3 4 5، هاي قيمة ان كابيتال. صفى بالنهاية عندي معادلتين بمتغيرين A و B، بحلهم بالحذف بالتعويض بالجاوسين إليمينيشن بإيش ما كان، بحسب قيمة A وقيمة B. حسبت قيمة A وقيمة B، الآن بقدر أكتب المعادلة linear equation اللي بتمثل البست فيت لاين. خلينا نرجع لورا شوي بس نشوف A و B شو دلالتهم، احنا من وين اجونا. A و B اجونا من هاي المعادلة، حكينا بنقدر نمثل البست فيت لاين بهاي المعادلة، بحيث A بتمثل السلوب لللاين اللي بدي ارسمه و B بتمثل الواي انترسكشن. قلنا الان بدنا نحسب A و B، دخلنا بالبروسيجر هذا اللي عن طريقه اشتقينا النورمال ايكويجنز، ثم بنينا هذا الجدول اللي بيمثل لي قيم xi values yi values xi square values xi yi values، وحسبنا كل summation لكل كولون من هاي الكولونز، واستخدمنا الفاليوز هاي ضمن المعادلتين الموجودين عندي هون. بالحالة هاي ضل عندي a و b فقط مجهولين بمعادلتين بقدر احسبهم، فبصير عندي المعادلة الاولى هيها والمعادلة الثانية هي كما هي موجودة عندي هون. معادلتين بمتغيرين بقدر بكل سهولة أحسب قيم A and B. محمد خضير بيسأل بصير أعيد قيم X، X يعني XI الموجودين بالعمود الأول. أها، هاي القيم من التجربة مش أنا بحسبهم، أنا ما بقدر أطلعهم بطريقتي. بدي أعطيكم بس يعني زي المسائل اللي كانت معنا بالسكشن الأول والثاني من هاي من هذا الشابتر. القيم هاي والقيم هاي، هاي experimental results تعطى في السؤال. هاي القيم تعطى في السؤال، أنا بستخدمها علشان أحاول أطلع linear equation اللي بيمثل البست فيت لاين اللي بمر من هاي النقاط. واللينير ايكويجن بحتاج علشانها اعرف قيمه A و B لانها بتتمثل على شكل Y equals AX plus B، فبحتاج اعرف A و B عشان اكتب لينير ايكويجن. تمام اوكي. إذا يفترض الآن بالجميع منكم بيقدر يوصل لهي النتيجة. بكل بساطة طبعاً بالاعتماد على التو إكويجنز أو التو نورمال إكويجنز الموجودين هون والقيم اللي طلعت معنا بهذا التابل، بعض القيم اللي أضفناها لهذا التابل، بالنهاية بطلع بهي النتيجة. هاي النتيجة سهل جدا أحسب منها قيمة A و B. يعني مثلا لو مسكنا القيمة الثانية هاي هون وخلينا B equals 4438 ناقص 273.1 في A تقسيم 5، عوضنا هذا الشيء محل B هون بتصير هاي معادلة واحدة بدلالة متغير واحد بطلعها. والكالكوليتر بتحل سيستم مثل هذا النوع، يعني two equations with two variables.
طيب بعد ما حلينا هاي التو ايكويجنز راح نكتشف انها ايه قيمتها 3.395 بقيمتها 702.2 and hence write the equation. الان بكتب اللينير ايكويجن اللي بتمثل البيست فيت لاين هيها and that's it. فعليا هاي الايكويجن لو كنت بستخدم كمبيوترايزد سيستم مثل ماتلاب طلبت منه يعمل سكتر للبوينتس اللي هي الاكس والواي اكس فاليوز وبعدين طلبت منه يرسم هذا اللاين على نفس البلوت بيرسم لي اياه على نفس البلوت وهو فعليا هذا اللاين راح يمثل لي البيست فيت لاين افضل خط ممكن ارسمه يمثل هاي النقاط بحيث تكون الاخطاء او المسافات بين النقاط وهذا الخط اقل ما يمكن هذا الهدف من فكره least squares polynomials الان هذا الخط شو بيمثل تقدر بالاعتماد على هذا اللاين او الكيرف تحكي انه لو كانت والله واحده من القيم الاكس فاليوز كذا عوضها بالمعادله بتعطيك النتيجه المتوقعه للفاريبل واي انه لو طبقت هاي التجربه بالاعتماد على الاكس فاليو كذا واي المفروض تكون هاي القيمه او قريبه منها ضمن نفس ظروف التجربه اللي حصلت فيها على النتائج السابقه الموجوده بالجدول هاي فكره البيست فيت لاين طيب لحد الان حكينا عن لينير ايكويجن او ليست squares approximation with first order طيب هذا الشيء ممكن يظل فيها نسبة خطأ يعني لا بأس فيه طب أنا بدي أقلل من هذا الخطأ بدي أحاول أخلي الكيرف اللي بدي أرسمه يمر على أكبر عدد ممكن من النقاط بحيث بالمحصلة يكون الأخطاء لسه أقل بدي أقللها بزيادة يعني مرات نتائج التجربة ما بتعطيني linear curve مرات تحس النقاط هيك موزعة بطريقة غريبة بدها تكون مثلا something like parabola اللي هو الكيرف الخاص بالquadratic equation أو cubic function فبدي curve يمثل لي هاي النقاط طيب الآن بندخل على موضوع least squares polynomials ما بيختلف كثير عن الشيء اللي مهدنا له لكن هو بدل ما تكون معادلة خطية linear equation من الدرجة الأولى بحتاج لتو values أحسبها مثل A و B هون ممكن إذا بدي أكون quadratic equation الصيغة العامة إلها AX square plus BX plus C بحتاج أحسب A, B and C فشوي النورمال equations بصيروا أكبر شوي ببني جدول مشابه لهذا الجدول على أكبر شوي بحسب قيم A, B, and C وبطلع معي المعادلة المطلوبة Because polynomials can be readily manipulated fitting such functions to data that do not plot linearly is common يعني مرات يكون عندك مجموعة من الداتا اللينير فانكشن أو اللينير كيرف ما بيمثلها بشكل حقيقي بدك إشي نون لينير بدك كيرف يمثلها We now consider this case إنه أنا اللينير فانكشن ما بيمثل ولا بيعطيني البيست كيس It will turn out that the normal equations are linear for this situation which is an added advantage بيحكي لي ستيل النورمال ايكويجنز اللي راح يطلعوا معي راح يظلوا لينير ايكويجنز وهذا بحد ذاته اضافه ايجابيه وكويسه راح تسهل علي حساب القيم اي بي سي اند دي مثلا لو كانت كيوبيك ايكويجن ان ذا ديفلوبمنت وي يوز ان از ذا ديجري اوف ذا بولينوميال اند ان كابيتال از ذا نمبر اوف داتا بيرز إذا بحكي لي هون بدنا نميز شوي بين N capital و N small. بحكي لي أيضا إنه N small اللي بتمثل الديجري من البولينوميال قيمتها عادة بتكون أقل
من عدد النقاط اللي موجودة أصلاً بالإكسبيريمنتال داتا بواحد أو أقل من ذلك طبعاً، بس إن بالماكسيمم كيس لازم تكون أقل منها بواحد. The polynomial passes exactly through each point and the methods discussed earlier in this chapter apply, so we will always have n larger than n plus 1 in the following. إذا بحكي لك في Lagrangian polynomial, divided difference polynomial, function differences polynomial. أول طرق أخذناها بهذا الشابتر كنا نعتمد فكرة أنه عدد النقاط لازم يكون أكبر من الأوردر الخاص بالبولينوميال اللي بدنا نبني بواحد. لكن بالمقابل بحكي لك الآن إحنا هون بيكون عادة عدد النقاط أكبر من N plus 1، يعني هو أكبر من درجة الأورد البولينوميال اللي بدنا نبنيه بواحد، أكبر من ذلك، مش تساوي درجة البولينوميال زائد واحد. كيف يعني؟ يعني ذكرنا في اللاجريجيان بولينوميال والديفايدد ديفرنس بولينوميال والفانكشن ديفرنس الطرق السابقة كلها، ذكرنا لو بدنا نبني بولينوميال من الدرجة الثالثة بحتاج 4 نقاط، من الدرجة الرابعة بحتاج 5 نقاط، من الدرجة الثانية بحتاج 3 نقاط. طيب هون شو بيحكي لك؟ ممكن تبني بولينوميال من الدرجة الثانية باستخدام 10 نقاط، باستخدام 7 نقاط، باستخدام أكبر من 3 نقاط. وهي فكرة الليست سكويرز بولينوميال، هو بيضمن كل النقاط الموجودة، ما في عنده أي مشكلة إنه يضمن كل النقاط الموجودة عندك بالدراسة أو كنتاج للتجربة، بحيث يبني لك لينير بولينوميال أو كوادراتيك بولينوميال. And that's it. الآن in general with nth order polynomial نقدر نكتب هاي العلاقة. بقدر أكتب أنا لبناء أي order وفرضا nth order بحتاج لقيم اللي هناك كانوا A و B، هون هم A0 A1 A2 up to an. إذن بحتاج ل variables أطلع قيمها عددها أقل أو أكبر من عدد الأوردر بواحد. وأكبر دليل قبل قليل لما كنا نحكي عن اللينير، قبل شوي لما حكينا عن اللينير شو حكينا؟ حكينا بحتاج ل 2 points وهي first order، وكذلك الأمر لو كنا بنحكي عن third order أو عفوا مش 2 points، 2 values اللي هم A و B اللي حسبناهم. وذكرنا أيضا أنه الإيرور بيمثل الفرق بين القيمة الإكسبرمنتال داتا والقيمة اللي بتمثل صورتها على الكيرف اللي إحنا بدنا نرسمه. إذا الإيرور بتمثل بهاي المعادلة، وإحنا بنحكي عن least squares error to بناء polynomial. فبندور على sum of squares، sum of squares لكل البوينتس، هذا بيمثل لي مين؟ S. وزي ما اشتقينا الحالة الأولى اللي كان فيها just A and B، هون بنفس الطريقة بدنا نحكي، بدنا نشتق partially. مثلا المعادلة فيها بدنا نشتق partially بعدد الA node والA1 والA2 بعدد هاي الفاريبل. أول مرة بدي أشتق بالنسبة لA node نعتبرها هي المتغير، ثاني مرة لA1، نظل نشتغل لغاية ما نوصل آخر واحدة فيهم AN. الآن هاي الأشياء برضو راح نبسطها، بعد ما أشتق راح أساوي المعادلة بالصفر وأبسط المعادلة عشان نحصل مين؟ عشان نحصل النورمال إكويجنز زي الثنتين اللي وصلنا لهم قبل قليل بحالة اللينير بولينوميال. إذن بصير عندي مجموعة من الإكويجنز على هذا الشكل، ولاحظوا هاي إكويجنز هي set of linear equations. تذكرنا بشابتر 2 نقدر نعمل solving لست of linear equations، نقدر نكتبهم على شكل matrix بحيث القيم
A node, A1, A2, up to AN. هذول بنكتبهم ماتريكس على جنب. والأشياء اللي ضلت هاي اللي سميناها coefficient بشابتر 2. والفاليوز اللي هون سميناها بشابتر 2 البي فيكتور. نقدر نطبق كل اللي تعلمناه هناك على هاي الإكويجنز. لاحظوا هاي شكلها شوي هيك بغلب سميشن كذا كذا، لكن لاحظنا قبل قليل انه هاي بالنهاية بمثلها برقم. انا لما بكون عندي جدول وبجمع قيم وبجهزها بالنهاية سميشن اوف كذا، هاي رقم اخر شيء بدي اجيبه هون واحطه هون، هاي بالنهاية رقم بدي اجيبه واحطه هون، بسمي هو الكوفيشنت، بصفي الكوفيشنت لهذا الفاريبل. اذا نفس هذا السيستم بقدر اكتبه على شكل ايه، على شكل ماتريسيز. هاي الكوفيشنت ماتريسيز، وهاي الـ A variable اللي كان X variable بشابتر 2، وهذا الـ B vector اللي هي results اللي بعد اليساوي. We will let B stand for the coefficient matrix. هون بس في صار شوية اختلافات، سمى B عفوا يعني سمى هاي الماتريكس B، وهاي الماتريكس الآن صبح اسمها إيش؟ normal matrix. اتذكروا المسميات شوي. النورمال إكويجن هاي آخر واحدة فيهم، هذول نورمال إكويجنز، لكن لما حولناها لماتريكس أصبح اسمها نورمال ماتريكس. إذن ممكن أسألك عن النورمال إكويجنز، وممكن أسألك عن النورمال ماتريكس، وممكن أسألك عن فاليو محددة من النورمال ماتريكس أو النورمال إكويجنز. طيب للتبسيط، for simplicity we can write the matrices for first order as. لاحظوا هاي هذا السيستم هون بيشبه جدا الاشي اللي قبل شوي تعاملنا معاه لما كان A و B. حسبنا بالجدول summation of X، حسبنا بالجدول summation of XI square، وحسبنا summation of Y، وحسبنا summation of XI Y، كان عندي n. فنفس السيستم اللي كان بيمثل لي first order polynomial او linear polynomial نقدر نمثله هون. واخر شيء راح يعطيني الواي، بتمثل لي بالنهايه الA node of times x، لا A node plus A1 times x، وهي بتمثل لي اللينير بولينوميال اللي راح يطلع معي من هذا السيستم. قبل قليل كان ايش شكل اللينير بولينوميال؟ كان y equals a x plus b. لو تطلعوا للتو ايكويجنز هذول هم نفسهم، بس الاختلاف اللي حصل لاحظوا كان عندي b، كان في عندي a، شفنا كيف حسبنا قيمهم. الآن في عندي A node، في عندي A1. فبكل بساطة ال Y intercept هيها، وال slope اللي خاص بال linear equation هيه. إذن بدلنا محل B A node ومحل A A1، فهي نفس ال linear equation أو ال first order equation اللي موجودة ببداية هذا ال section. وبنقدر نمثل التو normal equations زي ما مثلناهم هون بهاي الماتريس. فلو الماتريكس، فلو نرجع شوي للخلف هذول التو equations، لو بس بدلنا قيم A A1 و B A node وعدنا ترتيبهم شوي راح يعطوني نفس الماتريكس الموجودة بالفيرست اوردر ماتريسيز هون اللي هي هاي السيستم. اذا هون احنا بنعمل زي جنراليزيشن، في عندي صيغة عامة وحسب الاوردر اللي انا بدي اياه بضمن من الماتريسيز الرئيسية اللي بدي اياه. طيب نرجع على الصيغة العامة بالله، هاي الصيغة العامة معناها من الصيغة العامة. ركزوا معي، لو بدي فيرست اوردر linear equation
بختار هاي القيم مع هاي القيم، وتلقائيا من الماتريكس A بستخدم A نود و A1. تمام، لو بدي الفيرست اوردر بعيد بختار هاي القيم مع هاي القيم، ومن A بختار A نود و A1 زي ما احنا شايفين هون. لاحظوا هاي القيمتين هذول وهي الاربع قيم الموجودة من الماتريكس الكبيرة، ومن A بنستخدم A نود و A1. طيب لو بدي ثيرد عفوا سكند اوردر ماتريكس، بدي اوسع الاختيار شوي، بهيك حاله بدي اختار اضيف عليهم صف وعمود، راح احتاج هاي القيم كامله واحسبها بالتيبل واعوضها بالايكويجنز لحساب A نود و A1 و A2. المره هاي راح نضيف هون على A A نود و A1 و A2، وراح نضيف بالاضافه للتو فاليوز الموجودين هاي الفاليو كمان. هلا بالنسبه للفاليوز الموجوده هون ترى فيها يعني ريليشن وسهل انك تحفظها حتى حفظ. لاحظوا لما رجعنا استخدمنا بالماتريكس نوتيشن، لو انتبهنا او دققنا النظر هون في عندي ان، بس خليني اخذ غير الخط، هون عندي N وهي القيمة نفس هاي القيمة، وهي الثلاث قيم اللي موجودة هون نفسها summation of xi square، والقيم الموجودة على طول هذا الخط نفسها، وهكذا دائما القيم هيك بتكون موجودة متساوية، فسهل تبني أي order matrix بكل سهولة. لاحظوا هون مثلا بلشنا yi بعدين yi xi بعدين xi square yi، تلقائيا هون xi cube yi وهكذا، فهي الى حد ما سهل تبني الماتريكس وتستخدم منها الجزء المرتبط بالاوردر اللي بدك اياه. وزي ما شفنا هون كان عندي الفيرست اوردر فاستخدمنا هاي الاجزاء من الماتريكس الرئيسي، وشفنا كيف اخترنا هاي الاجزاء. هيك بيكون انتهى الجزء الاول، ادخلوا معي على الجزء الثاني عشان نكمل محاضرتنا لليوم. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.